شلون أجلها يعني؟ أكيد شلون؟ الفرنساوي هو اللي قتله الصبح لأنه ما حكى على أرضنا. نأجلها يعني نأجلها. شو نبيل؟ أبو جودة كتكوت صغير وحقه متليك مصدي بوقت الغلا. أنا بدي الراس الكبير، بدي الأرنب، وقبل منه بدي الداسوس اللي عطى على صبحي. شو معك حق أكيد، نحن لازم نعرف مين الداسوس. وهذا شلون بدنا نعرفه؟ بدنا نعرفه يعني بدنا نعرفه، بدنا نعرفه اليوم قبل بكرة. شو ناوي تعمل عني؟ المعاهدة هي هي عقيد، والمحتل رح يضل هون يعني احتلال. شو استفدنا يعني؟ هيك ما بنستفيد شي. خلينا نستنى لنشوف شو بده يطلع معهم هدول، بعدين إذا ما لغوا المعاهدة وتموا الفرنساوي ساعتها بنعرف نحن نتصرف. وأنا منشور العقيد. يا جماعة الخير، الفرنساوي بيطلوا محتل بالحكي، ما بيمشي الحال معه بنوب، لأنه نحن هيك منكون عم نضيع وقت كتير. روقنا نبيل، روقنا. الله وكيلك قلبي فاير. أنا التاني حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. خلونا هلا نحكي بقصة عزيز وصبحي الله يرحمه. الله يرحمه. الله محييك عقيد، الله محييك. هاي السيارة اللي بنحكى فيها. ايه، لأنه عزيز كان داسه الكومنطان مو أبو جودة. ايه، شو بدنا نعمل هلا؟ اللي فهمته من صاحبي بدائرة التحري إنه الكومنطان كل يومين ثلاثة عم يعمل حوصة على المخافر. ايوه، والمعنى؟ المعنى بدنا نلطيله. بدنا نلطيله بالشاغور وبحارة الضبع وبالميدان، وين ما في مخفر بدنا نلطيله. وشلون بدنا نلطيله بكل هالأراني مع بعض؟ هاي بسيطة، منوزع رجال بجنب كل مخفر، منحط لنا شي خمس رجال، واللي بيكون من نصيبه والأقصحتين على قلبه، وساعتها مناخده ومنطلع كل المحبيس يلي بسجن القلعة. أخي، هذا الكلام كله بدون العقيد ما بيصير. اليوم أكيد العقيد رح يبين، وساعتها منحكي فيها. ايه، نستنى. شو عليه؟